نبارك حياتك العظيمة يا أختي، استلمي ضوء واستلمي بركات الأكوان، تملأ روحك المباركة المقدسة. أنت قلتي عملتي جلسة معنا وسافرتي بالجسم، وتقولين يعني مرة أرى نفسي في الفضاء وبعدين في مكانك، يعني في بيتك هكذا؟ مرة بالفضاء أي ومرة أحس بجسمي المادي، يعني في مكانك في بيتك. بمكاني. أي طيب بالفضاء تماما، تكونين بالفضاء يعني تماما هناك. تماما بالجسم رائع. الأسودي موجودة فوق الله، اي وضوء. اختنا، فقط للملاحظة يعني ممكن طلاب جدد متابعين، اختنا تنتمي للكائنات الكونية الأسودية المباركة المقدسة. اي عزيزتي تفضلي. اي نعم. المشهد الثاني كان انه كنت انا بالجسم الاسودي وفوقي كانت اي مركبة كونية، اوكي، قريبة كتير مني، وكأنه في بلورة لونها فضي على امين ابيض. امين. اي هذه يعني اللي من تحت، يعني المركبة من تحت. اي فحسيت انه هيدي البلورة ممكن انه تسحب، يعني هي كأنه مخصصة لتسحب لداخل المركبة اي هو انت الكونية. من تقولين حسيت صح؟ هذا مهم جدا، تعتمدين اي على الاحساس. بس دقيقه، ايضا عندما تواجهون هذا الموقف مباشره اصعدي، لان هي هاي المركبه اتيه من اجل انها تسحبك يعني. اي عزيزتي، إيه بس ما طلعت عليها، هو ليه ما ما طلعتي عليه؟ يعني انت ما بعرف. ترددتي ام ماذا حدث؟ لا، ما ترددت، بس كأنه صار في مثل يعني تشويش، إنه لأنه أحس بجسمي المادي شوي أرجع فوق لا اصعدي أسحب اصعدي، بالكون. هذا خوف، اتركي هذا خوف خوف. والنية اي أول أو يعني من أول الجلسة نويت اي أسحب بالجسد امين. اي بالجسم. امين. إيه بس اللي صار يعني إنه لقيت حالي بالأكوان، وبعدين لقيت حالي إنه لقيت المركبة الكونية، هي بس هذه ما آتية. طلعت فيها. لا ليه إيه ما طلعتي مرة أخرى؟ هو شنو الفكرة؟ يعني ما قدرتي أم ماذا حدث؟ لأن أنا أريد أن أوضح لكم، رجاء من تأتي المركبة ادفع نفسك، لا تتردد، لأن هي هاي المركبة عاوزة تسحبك. هذه الكائنات والمركبات من المستوى الآخر أو من المستويات العليا، تمام؟ فإحنا بهاي الجلسات نصعد إلهم، فهم يأتوك في الفضاء، يأتوك قرب بيتك، حتى عندنا جلسة لأخت أتوها بداخل البيت، يعني المركبة هي تنتمي لكائنات الأندروميدا، يأتوك في أي مكان. اصعد نعم بقوة. كيف تصعد؟ قول أتصل بكم بالضوء، هكذا أنا ضوء، وادفع نفسك وهم أيضا يسحبوك. فأنا باعتقاد اللي حدث عندك، أنت دخلت بحالة من الحيرة، هو هذا الخطأ. اي هي مش حيرة أستاذ، أكتر ما اي هي صار في عندي interruption، يعني interruption. كأنه مش تركيز مظبوط. اي فقلت لك أنا أحس شوي بجسم المادة، يعني أرجع على الأرض، أرجع أطلع لفوق، هو أرجع على هذا الأرض، أرجع أطلع الايجو، لفوق. اي هو هذا الايجو يريد يسحبك، بس انت ادفعي اكبر، هذا اللي اقصده. مرة تانية، اي بس اي هيدي أول مرة اي بالجلسات اللي بعملها اي تشوف مركبة كونية، هيدي واضحة أول جدا مرة. يعني كما انا اتكلم معك. إيه واضحة، اه واضحة كتير. عظيم، إيه ممكن تصفيها اكثر؟ يعني كبيرة جدا، كم يعني تقريبا؟ هي ما كانت مبينة كبيرة، اي هي مدورة مثل نعم كأنه صحن طائر، الله. اي وحتى البلورة من تحت كانت كأنه اي بارزة لبرا شوي. اي راعي. اي البلورة اللي من تحت هي كأنها بارزة لبرا شوي، اي ومن فوق هيك كأنها نصف دائرة من فوق. عظيم عظيم عظيم، احنا ايه فرحانين بهذا. اي بس هي انت تتطورين، وانت بالذات ايضا
يعني إن شاء الله. في صعود عظيم. إيه حقيقة، صلي من أجلك يا أختي، استلمي ضوء واصعدي إلى كواكب الضوء. اعرفي يا أختي، اعرفي أنت من الضوء أتيت، وقولي معي من أعماقك، قولي أصعد إلى الضوء، أنا من الضوء أتيت. نعم، طبيعتي، أفكاري، روحي ضوء، قولي معي من أعماقك، أتصل بكم يا عائلتي الكونية بالضوء الذي هو أنا، أسافر إليكم، قوليها بقوة الآن بإرادة، أسافر إليكم بنوايا بناء الحب الكوني، أسافر إليكم بنوايا أرجع إلى أصلي، أنا من الضوء، أنا أنتمي إليكم، أنا أنتمي إلى عوالم الضوء، قولي معي وأعلن هذا لكل الأكوان تصعدني، أعلن هذا لكل الأنفاق الضوئية، أعلن هذا لكل المركبات الكونية التي في سماء الأرض، أنا أصعد بروحي بأنفاسي بجسمي، أعلنيها. هو هذا المهم، الإعلان، هذا إعلانك، يعني كل المركبات الكونية الآن تسمعه يا شباب. إحنا بأيام عظيمة، إحنا حقيقة مئات الآلاف من المركبات في سماء الأرض، فأنت بالإعلان الآن، إعلانك يسمع من كل المركبات، من كل الأكوان، من عائلتك الكونية، فقولي إعلاني هذا، أتصل بكل المركبات الكونية تصعدني إلى عائلتي الكونية، أعيش هناك، قوليها، أعيش هناك مع عائلتي الكونية، أنا مصممة هكذا، عندي، قولي عندي نوايا كونية عظيمة، أبني مع عائلتي الكونية السلام الكوني، المحبة الكونية، أحرر الأرض، هكذا قوليها، أحرر الأرض يا عائلتي الكونية، صاعدوني، هكذا تقولين، أتصل بكم بالضوء، أبارككم، روحي تبارككم، أنفاسي تبارككم، أعيش معاكم حياة الضوء. آمين آمين آمين. يا عزيزي، إحنا فرحانين بك، والأكوان فرحانة بك، عائلتك الكونية فرحانة بك، استلمي ضوء أبدي، وضوءك يا أختي ينير كل الأكوان. آمين آمين آمين. الكون العظيم يبارك حياتك يا أختي المباركة، والكون العظيم يملأك بالضوء، بالسلام، بالأمان الأبدي، أنت أيضا وأخواتك، لأنه خواتك أيضا يقومون بتطبيق هذه الجلسات، وهذه جلسات عظيمة لكل شخص يسمعنا. اصعد إلى عائلتك الكونية، كل واحد يسمعنا، مئات الآلاف من المركبات الكونية في سماء الأرض، أنت ماذا تنتظر يا أخي ويا أختي؟ نعيش عصر عظيم، هذا هو العصر الذهبي يا شباب، أيوة، اتحاد كوني، حضارة كونية، بناء كوني، فاصعد، طبق هاي الجلسات، ادرس علوم الميتافيزيكس، بارك نفسك، افرح، الفرح مهم، واعلن، قول أنا قائد كوني، أنا ضوء، حياتي ضوء، روحي ضوء. وممكن حتى أخواتك يسمعون هذا اللقاء وهذا التسجيل، ابعثيه لهم، فنبارك خواتها، نعم، ها كلنا كمجموعة نبارك أختك، ونقول لها أنت قائدة كونية، أنت ضوء، واصعدي لعائلتك الكونية، مركبات عائلتك الكونية في سماء الأرض، عائلتك الكونية تناديك، لا تنتظرين، أي أنت قوة أبدية، أنت ضوء، اعرفي يا أختي أنت من الضوء أتيت. آمين آمين آمين. فأنت قلتي أنه أختك عندها الجلسة الرابعة الآن تعملها؟ أي نعم أستاذ، هذه الجلسة الرابعة، أي جلسة زراعة عين ضوئية. بس أي أول جلسة عملتها أي التقت بوالدتها الكونية، أوكي، الله، من البليديان وهي قلتي لنا؟ أي من البليديان. أي الله، أي وهي هذه أول جلسة كان في بإيدها والدتها الكونية، كان في عجيب، بإيدها أي ريشة، أي ريشي بس هي من الضوء، فمرقتها عليها كأنه عم تعمل لها تصفية. عجيب. هذه أول جلسة، لا، هاي الآن والجلسة الجلسة الأولى اللي مباشرة صعدت والتقت بعائلتها الكونية، إيه نعم أستاذ، إيه نعم. عجيبة. إيه الجلسة اللي صارت امبارح عملت زراعة عين ضوئية، وطلعت لما وصلت على كوكب الأندروميدا، إيه ودخلت بالسرير الضوئي، فشافت
شافت مجموعة كبيرة من كائنات الأندروميدا المباركة المقدسة نعم، آمين. حوالين السرير الضوئي، الله، إيه. والمفاجئ إنه هي كانت عم تعطيهم ضوء، يعني الضوء تعولها كان يعني يعني كانت هي كأنه عم تعطيهم ضوء لكائنات الأندروميدا. رائع جدا، ونفس ال تصرف رائع، لا وتصرف جدا حكيم إيه. هذا، اي لان هي اللغة الضوئية تجمعنا بهم، اي إيه هذه اللغة تمام. الضوئية اي عظيمة هذه، اي وبنفس الجلسة كمان التقت بوالدتها الكونية وعملت نفس الحركة معها، كمان بالريش الضوئية كمان صفت لها جسمها كأنه يعني هي مررتها على والدتها جسمها. الكونية، والدتها الكونية كانت مع كائنات الاندروميدا في كوكب الاندروميدا. اي نعم كانت الله، بالجلسة معها. اي ها نعم تلاحظون. طيب هذه اي جلسة من تقولين بالفكر أم بالجسم تماما؟ ممكن تسأليها؟ هلا هي قالت لي انه لا بالجسم، عجيبة. بالجسم واضحة، واضحة كتير كتير واضحة. وصوتي كانت تسمع صوتي ولا انقطع صوتي؟ ما سألتها هيك صراحة، ما سألتها، اي هاي بس مدهشة بسألها هاي. هذا السؤال. اي اي نعم اي طيب، هي وهي شعورها اي كيف تشعر بعد هاي الجلسة شو بالذات يعني؟ اي فرحة عظيمة شعورها يمكن. اي كتير كتير، اي حتى الله، لما بتلتقي بوالدتها الكونية بتقول شعور لا يوصف، ابدا ابدا، حياة وتبكي جديدة تبكي تبكي طبعا، تبكي ونحن تبكي. ايضا ايه نبكي ونحن ايه نباركها. اي هاي فرحة، لانه هي ايه تسمع ممكن نعم هذا، ارسلي لها هذا التسجيل رجاء، ايه وانا بتسمع حرتبه بتسمع ارتبه مباشرة وارسلها، نعم ارسل هذا التسجيل لها. احنا ايضا نبكي من الفرح، لان سعادتك من سعادتنا يا عزيزتي، احنا كلنا عائلة كونية. هذا الماتريكس هو فرق وعمل ديانات وعمل، قال انت من لبنان وانت من العراق وانت من هاي الدولة، لكن في حقيقتنا يا اختي احنا كلنا روح ضوئية. ومبروك، وإحنا فرحانين، ومجموعتنا الآن أيضا، خلي نصلي من أجلها، أنا فرحان. نجتمع كلنا كمجموعة، نبارك هذه أختك، واصعدي يا عزيزتي يا أختي المباركة إلى عائلتك الكونية التي هي أيضا تباركك. ونشكر أيضا كائنات البليدية، نشكر كائنات الدروميدان على المساهمة العظيمة والإشراف العظيم، نعم، على حياتنا الكونية. آمين آمين آمين. إيه أنا كثير فرحان يا أختي حقيقة.